سينفذ اللاعب ريمو موندي. ريمو موندي بالقميص رقم 10 يلعبها في اتجاه من؟ في اتجاه لاعب مرياح. مرياح يا مرياح مرة ثانية. موندي 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 والجول. حسبوا ولا ما حسبوش؟ هدف أول، هدف أول مشاهدينا الكرام. فراس شواط ينجح في الوصول لمرمى نادي الوطني في الدقيقة 42 من عمر المباراة، 1-0 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. فراس شواط والمدرب يتابع أول أهداف المباراة عن طريق المهاجم فراس شواط الذي يسجل أول أهداف هذه المباراة، وحسرة تبدو على محيى المدرب التونسي الناصر النفزي الذي يقبل فريقه أول أهداف هذا الشوط وأول أهداف هذه المباراة. هذه الإعادة كانت العرضية من اللاعب ريمو موندي، عرضية كانت في اتجاه فراس، ضربها بالراس، ضربت بالقائم، لا تلام في هذه يا وديع العبيد لأنها كانت صعبة، لا يمكن لا يمكن حتى لو تجيب أفضل الحراس، صعب مثل هذه الكرات، يعني كان صعبة صعبة جدا. أول الأهداف بالراس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق اللاعب فراس شواط. من الجماهير الاتحادية استعدادا وانتظارا لمباراة الاتفاق التي ستلعب مباشرة بعد هذه المباراة، ستكونون على موعد عبر القنوات الرياضية السعودية. الهدف قادم، جول جول. الهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق اللاعب علاء المرزوقي. علاء المرزوقي إغالة وديع العبيد ويسجل ثاني هدف النادي الرياضي الصفاقسي التونسي في هذه المباراة، الهدف الثاني. كما فاز النادي الرياضي الصفاقسي على الشباب، يبدو انه سيفوز بنفس النتيجة على الوطني، هدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. علاء المرزوقي ينجح في تسجيل ثاني هدف المباراة، هدف رائع جدا، هدف جميل، هدف مبدع متميز. التمريرة كانت من كينغسلي سوكاري، التمريرة كانت من اللاعب كينغسلي، والقائد قائد الفريق التونسي قائد البيانكونيري. ضربة حرة مباشرة، جول جول المحتسب، نعم محتسب محتسب. ثالث هدف المباراة، ثالث هدف المباراة عن طريق اللاعب المرزوقي، يسجل ثاني اهدافه في هذه القمة. الوطني يقبل ثالث الاهداف، هل كان متسللا في اللقطة الماضية؟ سنترك عفوا هذا الموضوع للزملاء في الاستوديو التحليلي. هذه الإعادة، اضربها على المرزوقي.